مساء الخير على كل مشجع مشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من حلقتنا. النهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض مهارات جديدة، هنعمل وصفات إن شاء الله يا رب تنول إعجاب حضراتكم. قبل ما أبدأ حلقتي النهاردة اسمحوا لي أبارك طبعا لنادي الأهلي لتأهله لدور المجموعات وبدوري طبعا أبطال أفريقيا، وكل توفيق طبعا لنادي الأهلي لمبارياته المقبلة بإذن الله. طبعا اسمحوا لي بقى نبدأ حلقتنا النهاردة، هنعمل وصفة لطيفة جدا من الوصفات اللي برضو ترندي ولطيفة وبتتعمل كتير، هي وصفة المكرونة بالكفتة أو الكفتة بالمكرونة. سريعة، هي تتعمل في بايركس واحد أو في يعني طبق واحد، لكن جميلة جدا ولطيفة جدا، مختلفة وطريقة تقديمها شوية يعني ظريفة وتعجب الولاد قوي. تعالوا بقى نقول مقاديرنا وبعدين نبدأ نتكلم عن الوصف. عندي أول حاجة نص كيلو من اللحمة المفرومة، عندي بصلتين مفرومين ناعم، حزمة بقدونس مفرومة ناعم، عندي رشة من جوزة الطيب، ملح وفلفل، شطة دي اختياري أو ممكن مكانها بابريكا لو تحبوا، معلقتين كبار من النشا، معلقتين من الدقيق، معلقة واحدة من السمن، مكرونة اسباجيتي، والصوص عندي معلقتين زيت، وعندي بصلة مفرومة ومعلقة هريسة حسب الرغبة، وصلصة طماطم أو عصير طماطم مضروب في الخلاط ومتصفي، رشة سكر، مية، ملح وفلفل. بصوا احنا هنبدا بدي برضو ايه تبقى تمام عشان ايه نبقى الوصفه الحادقه معانا، وهنبدا بالحلو بقى ايه بعدها. تعالوا نقول بسم الله، هاخد كده الجلوفز وهنبدا نشتغل مع بعض. هنعمل الكفته الاول ككفته عاديه جدا، يعني طريقه كفته لطيفه وعاديه، اللي عنده بهارات من بهارات اللحم يستخدمها تبقى حلوه قوي. كباب صيني تمشي، جوزة الطيب تمام، احنا مش محتاجين بهارات كتير في اللحم لان احنا عايزين ناكلها بطعم يكون حلو. طيب هاخد كده بوله هنا كبيره، وهنحط اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم البصل، واول حاجه بحب اتبلها البصله شويه ملح وشوية الفلفل، وطبعا حط رشة من جوزة الطيب كده خفيفة، وخلينا الأول نقلب كده البصلة كده مع بعض. لو عندكم توابل كفتة مفيش مشكلة خالص، عشان زي ما بيقولوا احنا هنسيبها دلوقتي تعرق. دايما بيقولوا الجملة دي على اللحم لما بنخلطه بالبصل في اي بقى وصفه هنعملها فيها لحم مفروم وبصل، علشان تبقى بقى حواوشي، تبقى كفته، تبقى اي حاجه عشان تدي طعم حلو. طبعا شويه كده من البقدونس، كده بصوا كده ناخد شويه كده كده و كده شويه حلوين كده. هناخد بقى رشة كده من الشطة دي اختياري، يعني اللي مش عايز يحط ما يحطش، اللي عايز يحط يضيفها مفيش مشكلة، أو ممكن تبقى مكانها البابريكا كده. هنقلب بقى تقليبة حلوة كده، تعالوا كده بصوا مكرونة هنا أنا مش هسلقها ولا حاجة، هعملها بطريقة شوية مختلفة لكن إن شاء الله برضه هتدي نتيجة بإذن الله حلوة وطعم حلو، عشان اللحمه هنا هتبقى داخله فيها بشكل جميل فهتدينا ان شاء الله طعم حلو. بصوا كده طبعا احنا زمان عايزين نتكلم ان اصل المكرونه اصلا مش مؤكد، يعني ما احناش عارفين هما الطلاينه ولا اليونان، ولان في مطبخ في اليابان ناس بتقول في كتب واقاويل كتير يعني علشان الموضوع ده، كانوا بيتكلموا زمان عن الشعريه الجافه من حوالي 3000 سنه، وكانوا بيعملوا المكرونه دي من دي الرز. بصوا كده تعالوا، في بقى يقال ان كان في رحاله ايطالي اسمه مارك بولو تقريبا يا رب ما اكونش غلطانه، عمل رحله استكشافيه عملها بقى، راح بيها فين؟ راح ناحية الشرق، بلاد الشرق يعني، لمدة 24 سنة. يا نهار أبيض،
عايزه اقول لكم بقى، خلال رحلته الطويله دي اكتشف حاجات كتير، اهمهم بالنسبه له كانت المكرونه. لما رجع بقى على روما اشتهرت انها عاصمه المعكرونه فعلا. تقريبا المكرونه دي ليها اكتر من 350 شكل سباكيتي، وليها كمان فيتوتشيني واللازانيا والقواقع الصغيره والحلزوني، كل واحده ليها طريقه وشكل وليها صوص معين، والكانيلوني برضو بيدخل برضو تحت مصنفات المكرونه، بنلاقيه كده في السوبر ماركت. في مكرونه اسمها شعر الملاك، يعني حاجات كتير قوي. لكن خلينا نتكلم على اللي احنا عارفينه ومتعارف عليه عندنا، الانواع الكتيره للمكرونه. تعالوا بقى، انا دلوقتي عملت الكفته هنا، هبدا اعمل ايه بقى؟ هاخد معانا مدام سهير. اهلا وسهلا مدام، صباح الفل على حضرتك. تسلمي على المعلومات الحلوه دي. تسلمي يا حبيبه قلبي. احنا كل يوم هناكل مكرونه بقى. يا نهار ابيض، دي بس حلوه قوي بصراحه، هي جميله بس بتخن يا مدام سهير. لا فعلا، هي تسلم ايديك فعلا. تسلم يا حبيبتي. والمعلومات وحاجات كلها جميله، وصباحك زي الفل. الله يخليك يا فندم، ربنا يسعد صباحك. بس استاذنك، عملت كريب امبارح للاطفال. مش عارفه ليه معايا طلع ماشي. قولي لي مقاديرك كانت ايه؟ والله انا حطيت، انا كنت بعمله بصراحه كده يعني، ما يعني كنت بعمله على السريع لان الولاد طلبوه مني بالليل على السريع، اللبن والبيض والدقيق، وحطيت البيكنج باودر. انا بقول يمكن اكون انا تقلت شويه في البيكنج باودر. ما تحطيش بيكنج باودر اصلا. هو مش محتاج بيكنج باودر، هو هتحطي لو بيضه واحده او بيضتين، هتحطي عليهم كوبايتين من اللبن، الدقيق ممكن يبقوا كوبايتين على حسب القوام، لقيتيه تقيل خفيه واضربي كله في الخلاط، وحطي بس ذره من الفانيليا الباودر عشان ريحه الزفاره، سواء هتاكلوه حادق او حلو مش هتبان، ما تخافيش لو حطيتي نص كيس بس. انا ممكن اعمله برضو حادق يا شيف عظيمه؟ ممكن طبعا، اعمليه كل اللي انت عايزاه بنفس الطريقه دي ولا يهمك، واعمليه بالزيت، احلى حاجه ليه الزيت. طبعا الزيت ده بتدي طعم، بس انا مع سخونه الطاسه ساعات بتلسع. انا حطيت عليه زيت، بس انا بقول برضو ممكن يكون الزيت هو اللي ينشفه شويه. لا 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 خالص، لا خالص، ما تحطيلوش اولا بيكنج باودر. نوع الدقيق اللي تستخدميه فيه مش لازم يكون دقيق قوي، استخدمي دقيق فاخر عادي. دقيق عادي. الدقيق العادي بس كده خلاص، اضربيه كويس وصفيه وسيبيه شويه يرتاح 10 دقايق قبل ما تسخني الطاسه وتشتغلي فيه. مش هينشف معاكي، ولازم تغطيه يا مدام سهير، ما ينفعش تسيبيه مكشوف في الهواء، لازم نغطيه ببلاستيك او بحاجه تقفل عليه عشان يفضل محتفظ بطراوته. صباحك فل. صباحك فل حبيبه قلبي، صحه وهنا على قلبكم. بصوا بقى، انا حطيت معلقتين من النشا والدقيق عشان نمسك الايه، نمسك القوام الحلو ده. حلو الكلام. طيب هاخد بقى انا دلوقتي عشان حضراتكم تبقوا شايفين الطاجن اللي انا هعمل فيه، هاخد كده المعلقه السمنه هحطها هنا عشان هي هتسيح معايا في الفرن، وهنا انا بسخن الفرن بشكل كويس. اللي عايز يحط زيت يحط يا جماعه، مفيش مشكله خالص، هي معلقه واحده خلاص اهي. واللحمه المفرومه اصلا فيها نسبه دهون، فانا مش محتاجه يعني نسبه الدهون تبقى كتيره خلاص. اللي عايز يحط زيت يحط. هاخد بقى كده الاول المكرونه، هاخد شويه، بسم الله، دي مكرونه سباكيتي رفيعه خلاص، مش الفيتوتشيني التخينه. ليه بقى؟ علشان نسبه الصوص اللي هنحطه خفته وتقله هيفرق في تسويه نوع المكرونه اهو. بصوا بقى، هنعمل كانها سيخ، كانها ايه كده، شايفين ازاي اهو، كانها هي السيخ اللي بقى اعمل عليه الكفته. شايفين حضراتكم ازاي؟ واقفل من هنا كويس خلاص. هنحط كده، لازم يكون، تسلم يا رب. نحط بقى كده شويه شويه لحد ما نقفل البايركس بتاعنا. على فكره هي ملفته للنظر قوي للولاد، هتعجبهم قوي، وميزه بقى انها كلها تستوي مع بعض وندخلها الفرن وننسى امرها. عايزه اقول لكم الولاد بيحبوا المكرونات بكل اشكالها. بفرد كده شويه، فيها فوائد كتير، نسبه الكارب اللي فيها حلوه للعظم والجهاز بتاعهم العصبي، مهمه للباور والطاقه، بتقلل نسبه السكر في الدم، بتدي لهم طاقه، دي اهم حاجه، بيبقوا حابينها، تحسسهم كمان بالشبع لفتره حلوه. تعالوا كده ناخد شويه، الاطفال مستعدين ياكلوا مكروني كل يوم، انا كمان والله بحبها جدا. عايزه اقول لكم انا زمان كنت باخد في الحضانه ثابت لازم
اكيد اخواتي لو بيشوفوا هيضحكوا دلوقتي. مكرونه بالصوص، يعني مكرونه سباكيتي بالصلصه، وانجر كفته بانيه اللي هي الكفته بتتعمل فيها بيض وبقسماط مدوره دي، وبطاطس محمره. دول الثابتين بالنسبه لي. دول ثابتين في حياتي كانوا كده. بصوا بقى ناخد شويه كده كمان، هنعمل كده كل شويه، بتبقى لطيفه قوي بقى عند التقديم. بصوا بسم الله. طبعا الصوص هنعمله مع بعض دلوقتي، هنعمل صوص مكرونه حلو مرضي. اللي عايز بقى يضيف لصوص المكرونه ده من حضراتكم رشه من الزعتر الفريش او من غير، خلاص يعني الاضافات دي بتاعتكم اهو. شويه حلوين كمان كده. هنعمل بقى الصوص. معانا مدام منى، يا اهلا وسهلا مدام منى. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. أهلاً. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. سامعه؟ أيوة. حضرتك. الو حضرتك. سامعاكي حبيبتي، اتفضلي. لو سمحتي ممكن، انا عايزه طريقه حلوه للطاجن الورق العنب بالكوارع. بالكوارع، حاضر من عيني، هقول لحضرتك دلوقتي. بس الاهم بقى فيه يا مدام منى ان الكوارع تكوني عاملاها، هتاخد جزء من التسويه الاول وبعدين تضاف على طاجن الورق عنب. يعني مش هكذب عليكي واقول لك انك هتاخديها من مع الورق عنب وهو لسه ني هتستوي سوا كامل، لا لازم تاخد على الاقل السلقه الاوليه مع التنظيف مع البوكيه جارني. هنبدا فيه. يعني عايزه اقول لحضرتك لازم ناخد الكوارع الاول حاجه، بتغسليها وتنظفيها كويس جدا جدا، سواء بقى بالخل والملح لما تبقى نظيفه، وبعدين تعملي لها اول حاجه احنا اتفقنا ان في الاول ميه كده تغليها فيها شويه عصير ليمون، وبعد ما تغلي وتطلع الفوم الابيض ده الزفاره اللي بتبقى فيها ارميها الميه دي واغسلي الكوارع تاني واشطفيها، وبعدين حضرتك اعملي لها بقى الميه اللي هتتسلق فيها. الكوارع خديها كده معلقه صغيره من الزيت او السمنه، شوحيها وسيحي فيها فصين ثلاثه مستكه، ونزلي الكوارع تاخد صدمه، وبعد ما تاخد صدمه زودي عليها ورق اللورا والبصل والحبهان واللي انت كل المنكهات اللي انت عايزاها، عود كرفس، جزرايه، براحتك. المهم انسلقيها بعد ما تغلي الميه، انزلي الكوارع بقى واسلقيها، حطي ميه مغليه نظيفه. وبعد كده ابدأي بقى ايه، بعد ما تبدا تقرب في التسويه هنبدا نطلع حته ونقطع ونبدا نعمل تشويحه ليها بفص ثوم وشويه بهارات، ونشوحها مع بعض، ونخلي دي الارضيه اللي هنبني عليها الورق عنب اللي انت هتعمليه بالخلطه اللي حضرتك عارفاها. تمام. هنعمله بقى ونبدا نضيف عليها الورق العنب من فوق، شرايح ليمون وعصير ليمون، ومن في النص كام شريحه ثوم كده، واسقيه بالشوربه او بالمرق بتاع الكوارع، بتاع الكوارع اللي حضرتك سلقتيها فيه، ودوقيه بقى الطعم وادعي لي وقولي لي اخبار الطريقه دي ايه. هيطلع مستوي، الكوارع مستويه، خدت تسويه الورق عنب وتمام، وهتطلع ليها طعم، خدوا من بعض، هي خدت من خلطه المحشي والشوربه. انا ما انا بسخن الشوربه يا حبايبي، بسخن الطاسه. ناخد ام جوزيف حبيبتي. صباح الفل ام جوزيف. صباح العسل عليك يا قلبي. حبيبه قلبي، عامله ايه يا روح قلبي؟ الحمد لله. شوف الكل، نشكر ربنا. الحمد لله يا عم. يا رب دايما تستاهلي الحمد حبيبتي. ووصف ورق العنب بالكوارع دي جميله. حبيبتي طبعا تسلم والله، افكارك الجميله يا الله يخليك يا حبيبتي. تسلمي يا ربنا. بص كفته الرز، شوف عادي ما بتتعمل تكفر مره ولا مرتين. والله هو الافضل مرتين، بس ليه بقى؟ عشان الرز يكون تمام. لو انت عايزاها مره واحده ممكن تستخدمي دقيق رز بدل الرز. في كياس كده بتتباع بيبقى دقيق رز، ده بياخد مره واحده بس. طيب ماشي. لكن الراجل سالني وانا بصراحه ما عرفتش. لا مرتين عند الراجل، مرتين. طيب ماشي، يعني مرتين هيبقى احسن. جميله يا رب. حبيبتي تسلمي يا ام جوزيف، وصحه وهنا على قلبك يا رب. طيب انا طبعا بسخن هنا، باخد تشويحه كده للبصل، رشه ملح وفلفل برضو زي ما قلت لحضراتكم كده، وبعدين هنشوح فيهم تشويحه حلوه تدبل بس البصلايه. هحط هنا معلقه واحده للهريسه، وده اختياري. خلاص هاخد بقى عليها شويه من الصوص ده. بصوا بقى الصوص ده هو اللي هصبه فوق الايه،
الكفتة بالمكرونة عشان يستوي فيه. بس اديله بس تشويحة كده حلوة على النار، وهاخد معلقة سكر صغيرة تظبط الحموضة معانا، نونو خالص اهي بس كده. دي للناس اللي هي اللي بتستخدم صلصة الطماطم او الطماطم بتعملها حموضة، مع قدير الصوص قدام حضراتكم تشيل الحموضة خالص، تاخد بس غلوة حلوة كده، وهنروح ضيفينها على الخليط بتاعنا اللي قدام حضراتكم وهندخلها الفرن. انا مش هعمل اي حاجه غير لما حضراتكم ترجعوا بالسلامه، هستسمحكم طبعا في فاصل واستراحه بسيطه، نرجع بعد الاستراحه ندخل الطاجن ده الفرن ونبدا نعمل وصفه جديده في انتظار حضراتكم.